السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دعاء منصور من قناة منصة المعلم المتميز. سوف نتحدث اليوم عن كيفية عمل ملف إنجاز إلكتروني بطريقة إن شاء الله سهلة. أولاً علينا أن نتعرف الفرق بين ملف الإنجاز الورقي وملف الإنجاز الإلكتروني. أولاً بالنسبة لمحتويات ملف الإنجاز الورقي له أوراق كثيرة وصور مطبوعة، أما ملف الإنجاز الإلكتروني فهو عبارة عن ملفات وورد وإكسل وباوربوينت وصور مخزنة على جهاز الكمبيوتر. الاحتياجات في ملف الإنجاز الورقي طابعة، أوراق، حبر، ملف. أما في ملف الإنجاز الإلكتروني نحتاج إلى كمبيوتر وإنترنت. العبء المادي في ملف الإنجاز الورقي نحتاج إلى حبر، والحبر مكلف وكثرة أوراق. أما ملف الإنجاز الإلكتروني فقط نحتاج إلى لابتوب ويكون لدي إنترنت فقط. المتابعة والتقييم فقط في أوقات معينة لملف الإنجاز الورقي، لكن ملف الإنجاز الإلكتروني في أي وقت أحب أن أدخل على ملفي فهو متاح في طوال الوقت. أما بالنسبة لملف الإنجاز الورقي قابل للتلف لأنه أوراق، أما ملف الإنجاز الإلكتروني فهو متوفر على الإنترنت في كل زمان ومكان وأستطيع الإضافة عليه في أي وقت. الآن علينا أن نذهب إلى جوجل كروم ونقوم بفتح حسابنا الجيميل لنقوم بإنشاء ملف الإنجاز الإلكتروني بطريقة سهلة. الآن سوف نذهب إلى جوجل، نفتح صفحة جوجل كروم ونكتب جيميل، نكتب جيميل ساين إن، ومن ثم ندخل إلى حسابنا بطريقة سهلة جدا. ميل ساين إن اوكي، وبعدين طبعا ندخل على الجيميل تبعنا نعمل ساين ان في حالة انه احنا عندنا حساب جيميل. لو ما عندنا عادي بندخل معلوماتنا الرئيسية، بندخل عنوان مقترح وهيك عشان احنا ندخل على حسابنا. لو كان في لنا حساب زي ما انا هون عملت بروح على الحساب الجيميل تبعي، ومجرد اني انا دخلت على حسابي داخل ايميلي طبعا شو لازم نعمل؟ لازم أروح على النقاط اللي جنب صورة حسابي بضغط عليها وبختار منها درايف. أوكي؟ بمجرد الدخول إلى الدرايف تبعي رح يعطيني إذا أنا يا إما بيكون فاضي إذا أنا أول مرة بستخدمه، يا إما بيكون في صور زي أنا اللي هون محملها. طيب كيف أنا بحمل صوري وملفاتي؟ كيف أنا بحمل مثلاً ملفات الطلاب، أعمال الطلاب، صور الطلاب في مشاريعهم زي هيك؟ لو نشوفنا لو نزلنا تحت بنشوف هنا مشاريع الطلاب. طيب كيف أنا بدي أجيب مشاريع الطلاب؟ بنعمل نيو وبنعمل فايل أبلود وبنروح على مكان ملف تبعنا داخل الجهاز. بمجرد إن أنا أعمل له أبلود مثلا بختار أي ملف موجود عندي على الجهاز، نختار مثلا هيك الليسنس تبعوني وبعمل له أوبن. شو هو بيروح بيعمل؟ بيجيب لي أبلود 1 آيتم اللي هو أنا جبته، بنزل لي إياه على الدرايف تبعي. شو الدرايف؟ يعني تخزين بيضله على الإنترنت، بقدر أفتحه من تليفوني، بقدر أفتحه بلابتوبي من أي وقت. طيب هلا خلينا ناخذ او ندخل على الشيء المهم جدا اللي هو انه انا ملف الانجاز. طبعا في عندي هون انا ملف انجاز قمت بعمله سابقا، راح اضغط عشان افرجيكم مكونات ملف الانجاز. طيب هذا هو ملف الانجاز تبعي. الحلو بملف الانجاز اني انا لو بدي اقدم على وظيفه او على مدرسه جديده بس بحط داخل، يعني لو وصلني ايميل او انا بدي اقدم على ايميل مدرسه معينه بحط الرابط تبع ملف انجازي، فهم بيفتحوا هذا الرابط بيفتح لهم بس ملف انجازي ويقدروا يطلعوا على الاشياء والاشياء الموجوده فيها منه. مثلا بيكون فيها السي في تبعتي، بيكون فيها مشاريع اللي انا عملتها مع الطلاب، بيكون فيها ملفات الطلاب اللي عملوها معي، كمان بيكون فيها وسائل الاتصال تبعتي. يعني لو انا ضغطت على، لو عملت انا هون بريفيو هم بس اول ما ياخذوا اللينك بيطلع لهم زي هيك ملف انجاز المعلم اللي قدم لهم على الوظيفه. بمجرد انهم يدخلوا على السي في بيتفرجوا على السي في تبعتي، بشوفوا انا شو الدورات اللي اخذتها، شو خبرتي وهيك. اوكي هاي الملف تبعي اللي انا محملاه، مثلا هاي السي في تبعتي، كل الشهادات تبعتي، كل شيء واضح عندهم. لو رجعوا على الرئيسيه
وتفرجوا مثلا على المشاريع اللي انا عاملها مع الطلاب، بيقدروا يدخلوا عليها هون، يضغطوا على المشاريع وبعدين بيطلع لهم هون مشاريع الطلاب اللي عملوها. طيب هذا هو باختصار شكل الملف. انا كيف بدي اعمل هذا الملف؟ رح اضغط على اشارة النيو. احنا هلأ بنحكي عن خطوات عمل ملف انجاز الكتروني. رح اروح على مور، ورح اروح على جوجل سايت. هذه هي صفحة الجوجل سايت اللي رح احط عليها ملف الانجاز تبعي. رح اهتم هون بثلاث اشياء، 1 2 3. هلأ هون اللي هي اليونايتد سايت، هون رح احط عليها او العنوان الأول هو اسم الملف، يعني على موقع الدرايف الملف تبع الإنجاز تبعي اسمه على الدرايف تبعي رح يكون بالاسم اللي أنا رح أسميه. رح أسمي الملف حول اللغة العربية، الملف أو ملف الإنجاز، ملف الإنجاز. هلأ هنا العنوان تبع التبويب. شو يعني عنوان التبويب؟ يعني لما أنا أضغط على السايت تبعي بيطلع عندي هنا عنوان، هذه اسمها عنوان أو علامة التبويب. رح هنا الاسم اللي بسميه هنا لما يفتح الشخص الملف رح يظهر عندي فوق بالأعلى اللي هي علامة التبويب، فرح أسميه DSM Electronic Portfolio. الآن العنوان المطلوب مني هون هو التايتل، يعني التايتل اللي هو يعني العنوان تبع الصفحة تبعتي، فرح أكتبه أسميه ملف الإنجاز أو ملف إنجاز الطلاب. أوكي، طبعا أنا بتحكم بالخط، بعمل له توسيط، بقدر إني أغير التايتل لهيد، بقدر أزغره، بقدر أعمله سب، بس هو أنا بدي إياه تايتل فلازم أكون مختارة تايتل. الآن الخطوة الثانية إنه أنا لو بدي أزين، يعني مش عاجبني شكل الديزاين أو الثيم الموجود هنا، بس بعمل change image وبختار select لأنه upload يعني من النت، و select image يعني الصور المقترحة من جوجل. أوكي، هلأ الصورة الثالثة بدي إياها student file، فرح أعمل برضو select image وأختار أو أكتب من الجوجل image أختار صور عن student file أو file لحالها بدون student file. كتير في صور، أنا بختار الصورة المناسبة، بختار مثلا الصورة هاي أو صورة الملف، أي صورة بدي إياها بختارها بنسقها زي ما بدي. طيب أنا هيك صار في عندي اخترت الثلاث صور، ضل إني أحدد مواضيع هاي الصور. مثلا هون رح أكتب إنه هي هون CV عشان اللي بيضغط عليها يدخله على صفحة CV. هون مثلا بكتب project، طبعا هون بقدر اضيف بضغطة ثنائية على المكان، بقدر اضيف تكست، بقدر اضيف ملف، بقدر اضيف from Google Drive اي شيء بدي اياه، بقدر اضيف رابط، وبقدر اضيف image ثاني. بس خلاص انا مكتفية هيك. الان رح اضغط على رح احط فواصل، رح اضغط هون على ملف الانجاز واختار insert واضغط وانزل تحت واعمل ديفايدر عشان أقسم ويعني يصير المكان عندي أرتب، وبرضه هون هاي المنطقة نفس الإشي بحط ديفايدر. أوكي، هلأ هون بدي أضيف مثلا وسائل الاتصال فيه، باجي هون بختار برضه هاي الثلاث صور، بختار مثلا هون بدي أحط مثلا اليوتيوب تبعي، بدي أحط مثلا الفيسبوك تبعي، فأنا بروح هون وبكتب بدي اياها تكون على الجوجل ايمج، لازم هون اكتب يوتيوب. اوكي يوتيوب، وهو بيعطيني اشكال كتير، انا بختار الشكل اللي بيناسبني اي شكل انا بحبه، بختار الصورة وبعملها انسيرت. طيب بعمل له انكروب عشان يصغر لي اياها. هلا هون رح نيجي ونعمل زائد عشان اعمل سيلكت لايمج. لو ما كانت الصوره على الماي درايف تبعي لازم اختار انا هنا جوجل ايمج، وراح اختار هنا مثلا فيسبوك.
لما بختار فيسبوك بيعطيني شكل الايكون اللي انا بدي اياها وبعملها انسيرت. برضو بكون انا هون مختارة ان كروب عشان ما يوصل لي الصورة. بنضيف الاضافة الثالثة مثلا اللي هي تويتر، سيلكت ايمج، وهو بيعطيني كتير من الصور. بكون انا يعني بختارها اشي بيشبه الصور اللي انا اخترتهم باللوجات باللوجوز الاولى. بختار هون وبعملها ايش ان كروب. فصاروا هون عندي ثلاثة، هون بكتب ماي يوتيوب، بكتب هون مثلا فيسبوك، بكتب هون التويتر او بلغيها، ما في داعي اني اكتب، خلاص الصورة كافية. وهون نفس الاشي بلغي التكست اللي تحتيها، وهون نفس الاشي بضغط على المربع تبع التكست بعمل له ديليت. تمام، هلأ ضل عندي خطوة واحدة بس اللي هي اني انا اضيف فوتر للصفحة. مثلا بكتبها انه ديزاين باي دعاء، او مثلا باي دعاء، او حقوق الطبع لدعاء مثلا اللي بدي اياه. بخليها بالنص، بعملها بولد، بختار انه يكون مثلا زي هيك كبير شوي، او سب تايتل زي على كيفي. ممكن اختارها سب تايتل اصغر شوي، او سب هيدنج. سب هيدنج اوكي. هلا هون انا عندي صارت الصفحه الاولى تمام، يعني انا صممت هلا بس لسه ما ربطت ولا عملت صفحات ثانيه. اذا الصفحه الاولى راح تكون، الصفحه الثانيه راح تكون سي في، الصفحه الثالثه راح تكون بروجكت، والصفحه الرابعه راح تكون ستودنت فايل. طيب انا كيف بروح بختار الصفحات؟ اول شيء لازم بصير انه احنا نختار الثيم، بعدين راح يبين معانا. فانا بقدر اختار الثيم الازرق او اي ثيم بدي اياه، او انا اختار اي اشي بدي اياه. ممكن انا كمان اختار فونت معين. الان خلينا نروح ونعمل البيج الثانية. البيج الثانية بضغط على اشارة بيجز، ثم بختار اشارة الزائد، بيعطيني بدك لينك ولا بدك نيو بيج. لا بدي نيو بيج. شو رح اسميها؟ عندي هون الصفحة الاولى، الصفحة الثانية اللي رح اصممها في الملف رح تكون اسمها سي في. رح اعمل هون انا فتت على الصفحة الثانية. هلأ هون الرئيسية الصفحة الأولى اللي هي أنا عملت فيها ملف الإنجاز، الصفحة الثانية اللي هي سي في. مجرد أنا رحت على بيجز، عملت زائد، اخترت نيو بيج، دخلني على الصفحة الثانية اللي أنا سميتها اللي اسمها سي في. ندخل الآن على صفحة السي في، بس بدي أحط فيها عنصر واحد بهاي الصفحة. إيش هو العنصر؟ راح أضيف فيها ماي سي في. من وين أجيب السي في تبعتي؟ طبعا هي موجودة على الدرايف، وقد تكون موجودة على الجهاز، وبكل الأحوال بنقدر إحنا إنه نرجع ونجيب أو نعملها إنسيرت من أي مكان. بس أنا موجودة على الدرايف، فرح أضغط على الدرايف. بقدر أنا أعمل سيرش بالدرايف إذا أنا كنت بتذكر اسم الفايل شو هو، بكتبه بالسيرش، أو بنزل أدور على السي في تبعتي، بختارها من هون، بختار السي في تبعتي من هون وبنزلها، وبتصير عندي موجودة هون. بكبرها أنا طبعا بالمقدار اللي أنا بدي إياه، وما بهكي الهم إنه تبين معي السي في كاملة. ليش؟ لأنه لما أنا أعمل أو الشخص يعمل بريفيو للصفحة رح يكون في عندي هون سكرول يخليني أطلع وأنزل وأشوف الصورة كاملة، أو أشوف السي في كاملة من السكرول اللي موجود هون الجانبي عندي. كيف بعمله بريفيو؟ بعملها بريفيو من هون. أوكي؟ طيب انا بما اني لسه ما عملت ببلش للصفحه ما حد بيشوفها، بقدر انا كمان اعمل شير وذ اذر. هون في حال ان انا بدي احطها على سايت المدرسه، بدي احطها في شغل جديد، بعملها شير وذ اذر، او باخذ الرابط تبعها وبنقله لاي مكان. طيب خلينا احنا هلا بالصفحه الثانيه اللي هي السي في، خلص خلصناها وحطينا فيها السي في تبعتنا. نيجي ونضيف الصفحه اللي بعديها اللي هي بروجكتس. راح اعمل بيجز، وراح اضغط على اشارة الزائد واختار البروجكتس تبعوني، وراح اعمل ده. اوكي، هلا البروجكتس، صفحة البروجكتس صارت موجودة عندي. نرجع للصفحة الأولى نتأكد والله من الاسم. أنا كنت مسميها بروجكتس، يس بروجكتس. راح أجي هون أنا على الصفحة الثالثة وأبلش بوضع البروجكتس تبعوني. هلا أنا بدي أعرف شو بدي أعمل إنسيرت لشو؟ إنسيرت بدي أعمل لعنصرين بس. كم بروجكتس عندي؟ مثلا في عندي أنا مجموعة من البروجكتس، أربعة ثلاثة زي ما بدي. أنا مثلا بحط الثلاثي
وبختار الملفات تبعون الورك شيتس تبعوني مثلا، ممكن احط فيها الكويزز، ممكن احط فيها اي ملفات خاصه بشغلي، بعمل سيلكت ايمج، هو راح يوديني على الدرايف. طبعا انا حافظه صور، حافظه الورك شيتس تبعوني، راح اضغط على اول وحده مثلا واحطها هنا واكتب عنها نبذه مثلا الاستراتيجيات بالانجلش او بالعربي. نيجي على الثانيه، راح نضغط عليها، راح نعمل سيلكت للايمج، راح نختار مثلا الشيتس اللي انا كنت عاملهم، اي شيتس انا بدي اياها، بقدر احطهم كلهم ان شاء الله 10، تحت بضيف كمان 3 وبحط كمان كل الشيتس تبعون مثلا طيب إذا الصورة كانت عندي طالعة ناقصة أو فيها يعني فيها قص، لازم أعمل أنكروب، بضغط عليها بس بيعطيني الصورة كاملة. هنا نفس الإشي، باجي على الصورة بضغط عليها وبعدين بختار أنكروب عشان يكبر لي شكل الشيت تبعتي، عشان المتصفح للسايت تبعي يشوف كل الأشياء الموجودة بوضوح طبعا، وبقدر أنا أكبرها شوي عشان تتناسب مع اللي الأشياء اللي جنبها. اوكي، خليهم نفس الطول. بعدين هنا بقدر اكتب نبذه، شو كانت ورقه العمل هاي، كم عدد الطلاب اللي قدموها، كيف كان المستوى، اي شيء انا بدي اياه، اي موضوع انا هنا بقدر اكتبه، او يعني هو لحاله اصلا باي ديفولت جاي، لو ما بدي اياه بلغي ب ديليت. وبهيك بنكون خلصنا الصفحه الثانيه من ملف الانجاز تبعي. طبعا انا بحكي باختصار، يعني انا هون هلا ما حطيت اشغالي كامله، حكيت باختصار بس عشان نتعلم بهذا الفيديو اسهل طريقه عشان ننشئ السايت تبعنا. بس احنا حكينا انه اي شيء انا بدي اضيفه على الصفحه بعمل له انسيرت، اي ثيم انا بدي اغير لونه بعمله من الثيمز، وعشان هيك احنا عملنا ديفايدر قبل شوي عشان نقدر نلون الصفحة أو نعطيها تدرجات، منطقة فيها ثيم، منطقة بدون ثيم، يعني على كيفي. وعلشان أضيف الصفحة الثالثة المتبقية إن عندي، يعني أنا ضفت السي في وضفت البروجكت، هلأ رح أضيف الصفحة الثالثة اللي هي أعمال الطلاب. رح أضغط على بيجز ورح أعمل زائد ورح أختار نيو بيج، وهون رح أكتب اللي هي ستودنتس فايل أو ملف الطلاب، خليها بما أنه باللغة العربية ملف الطلاب. اوكي، وهيك بعمل done.
تمام. هلا انا صرت في صفحه ملف الطلاب. هون بملف الطلاب مثلا انا كنت عامله فيديوهات مصور للطلاب اكتيفيتي معينه، عامله فيديوهات حاطاها مثلا على يوتيوب او حطها على موقع المدرسه، بقدر اعملها انسرت. فهاي الصفحه راح اضيف فيها فيديوهات وراح اضيف فيها صور، يعني كانه استوديو. راح اعمل انسرت، راح اختار مثلا عنصرين، بعدين راح اختار كمان عنصر عشان الفيديوهات تبعتي. هون راح اعمل زائد، لو كانت الصور موجوده على الدرايف راح اخذها من الدرايف، لو انا مش منزلاها على الدرايف راح اعملها سلكت من النت، بس هون للتوضيح بس هي المفروض تكون موجودة عندي على الدرايف. في عندي كتير صور على الدرايف بس أنا حابة أجيب من النت. باجي هون بعمل جوجل إيميج وبكتب student activity، معلش شو بيحولها اللغة مش مشكلة. فأنا بختار أي صورة بتوحي عن الأكتيفيتي اللي أنا مقصودة هون، يعني ممكن إني أحط صور طلاب حقيقية، بس لو أنا مش حابة أحط صور طلاب عشان يعني خلاص بقدر احطها زي هيك كليب ارت مثلا، او بقدر هون احط صور student activity بدون كليب ارت، يعني يعطيني اياها صور حقيقيه. فانا بقدر احط اي نشاط انا كنت عاملاه مع طلابي، بعمل له insert، بكتب تحت اسم النشاط وبكتب كل الاشياء اللي عملتها انا بهاي الحصه، او مثلا كان عندي workshop او هيك، نكتب الموضوع اللي كانت عنه هاي الصورة. وكمان صورة راح أضيف مثلا from drive، راح أحط أحد الأكتيفيتي مثلا أو الاستراتيجيات اللي أنا استخدمتها وكانت مصورة عندي مع الطلاب. راح أختار أنا النشاط اللي بيناسبني وأحط صورته. وأكتب تحت اسم النشاط مثلا هنا بكتب مثلا اسم الصف وشو كان النشاط، نبذة عنه لو ما بدي احط خلاص عادي. كيف نقسم الصفحة عشان تكون مرتبة؟ بضغط على اول مكان اللي هو فيه العنوان، وباجي بعمل insert، بختار لو بدي اضيف كبسة بقدر اضيف button، لو بدي divider بعمل divider، يعني بقدر اضيف كل اشي. وهنا هاي المنطقة مثلا، هاي المنطقة كاملة، بقدر اضيف كمان ديفايدر تحتيها. اوكي، وهنا بدي اضيف مثلا فيديو، هلا باجي هون بضغط على هاي وبجيب، بضغط كليك هون وبعمل فروم درايف، وبدي اجيب فيديو مثلا، شوف الفيديو تبعنا. بقدر اضيف باوربوينت مثلا لنشاط انا عاملاه مع طلابي، بقدر اضيف بي دي اف، بقدر اضيف، بس انا بدي اضيف هلا يوتيوب، حضغط على يوتيوب. اوكي، نفتح صفحة اللينكات مثلا، انا حافظة اللينك تبع اليوتيوب تبعي مثلا، يا بجيبه من موقعي مباشرة يا اما بجيبه من لينك، يعني انا بكون عامله له سيف، عامله سيف لللينك تبعي عشان يجيني بسرعه. فانا بجيب هنا بعمل كوبي لللينك تبعي، كوبي، بعدين برجع على الدرايف على السايت اللي طلب مني لينك اليوتيوب تبعي، نحط لينك اليوتيوب تبعنا اللي كنا مسيفينه على صفحه وورد عندنا على الجهاز، بعمل سيرش وهو بروح يدور عليها، بس يلاقي خلاص هو هذا الفيديو سيلكت، بضغط عليه وبعمل له سيلكت، فبروح هو بجيب لي الفيديو مثلا اللي كان فيه تصوير للحصة، او كان فيه اوراق عمل للحصة، او كان فيه اي موضوع انا كنت عاملاه، او نشاط خارجي يعني لا منهجي بقدر اني انا اضيفه واكتب عنه اي اشي انا بدي اياه. طبعا هون في عندي كانه انا هون ضايفه هاي المنطقه وما استخدمتها، فراح عادي امسحها ديليت. هلا هون بقدر هون اعمل دبل كليك واعمل تكست واكتب انه في اليوم الفلاني مثلا فيديو توضيحي لعمل أوراق عمل بسهولة.
أو أي فيديو أنا مصوراه أصلاً مع الطلاب بقدر إني أنا أضيفه. طبعاً هون بعمل سيلكت. هلا هون بملف الطلاب نحط مثلاً المشاريع اللي بدي إياها، وبحط أنا الفيديو. حكينا إنه إحنا فقط بس بنعمل إنسيرت، نختار يوتيوب، نعمل إنسيرت وتحت نختار يوتيوب، بس بيطلب مني لينك المقطع، فلازم أنا أدخل على اليوتيوب تبعي وأجيب المقطع. بس أنا حافظة اللينكات عندي كلها على صفحة وورد، فبسهولة برجع للمقطع. بس لو إحنا بدنا نفوت على اليوتيوب تبعنا عادي، بندخل على اليوتيوب وبنجيب اللينك، بنعمل له كوبي زي هيك كوبي، وبنحطه في لما أنا أعمل إنسيرت ليوتيوب لينك زي هيك. اوكي، بس هون بحط اللينك تبعي تبع اليوتيوب، بختار الفيديو بعمل له سيلكت، بس بكتب هون عنه نبذة مثلا فيديو توضيحي لأوراق عمل. اوكي، ممكن يعني احط اشغال الطلاب، اشياء اللي عملوها الطلاب، مثلا اي يعني ملفات بتخص الطلاب بحطها بهاي المنطقة. الغرض من هون فقط التوضيح. طيب احنا هون عملنا ديفايدر ولا لا؟ ما عملنا. بس بنضغط على مكان نعمل له ثيم، نضغط على الاول بس، بنعمل هون انسيرت، بنختار ديفايدر بيقسم لي اياه، وهون كمان بقدر اعمل كمان ديفايدر. طيب هلا هون الديفايدر بيفيدني انه انا اغير الثيم الونه او لا زي ما بدي. اوكي، هون مثلا ما بدي الون الثيم، او خلينا نخليه بهذا الشكل. وبهيك انا بكون يعني وضحت بشكل عام اهم الاشياء اللي ممكن احنا نضيفها على ملف الانجاز بطريقه سهله جدا. طيب خلينا نروح على البيجز ونبلش نربط الاشياء اللي حطيناها في الصفحه الاولى. طبعا شوفوا كيف هيك شكل ال، هون كاتب لي ملف طلاب بروجكت سي في هوم، بس هو المفروض بالعكس لانه هيك بالعربي. بقدر عشان اتفادى هاي، يعني مش حلو انه شكلها طالع بالعكس، بس بقدر هون اجي واعمل انه اختار الفيور مثلا في نافيجيشن. بختار انه هي هاي مربوطة مع البروجكت، نفس الاشي بهاي الصورة، بضغط عليها لينك. ممكن هون نغير اسم ملف الطلاب لـ student files، نغير الاسم لـ students files عشان نكون نفس الاسم اللي انا كاتباه بالصفحة الاولى، student files. done. اوكي ماشي، نروح على الصفحة الأولى بس. تمام، هلأ بس نشوف نتأكد إنه اللينك تبع هاي الصورة راح مع الصفحة الثالثة اللي هي students files. اوكي أبلاي. اوكي هلأ احنا رح نرجع على الصفحة الأولى. لو عملنا معاينة لنشوف البريفيو شو بيعمل لي. البريفيو بيعطيني أول ما أفتح العرض
أنا حطيتها سايد عشان بدي إياها تترتب، لأنه بالعربي كانت معكوسة، معكوسة الاتجاه بسبب اتجاه اللغة، وهو أصلا هذا الموقع يعني بالإنجليش، بس نقدر نكتب عليه بالعربي. فعشان أتفادى مشكلة اللغة حطيتهم سايد. هلأ هون في عندي إنه أنا لما بدي أشوف إنه هل اشتغل اللينك على الصفحات ولا لأ. بس قبل ما أحكي عن اللينك، هون البريفيو بيعطيني خيارات. لو أنا كنت بعمل استعراض من الهاتف راح يكون شكل البريفيو بهذا الشكل، لو انا كنت بعمله من التابلت راح يكون شكل او عرض البريفيو بهذا الشكل، ولو من كمبيوتر راح يكون بهذا الشكل. طيب احنا راح نخليه على الكمبيوتر، راح نسكر هاي وراح نرجع نروح على الهوم ونشوف اللينكات اشتغلت ولا لا. راح اروح على الهوم اعمل بريفيو. بمجرد اني اروح على الصورة المفروض شو يعطيني؟ اوكي، لاني انا غيرت باسم وحده. اوكي، هلا لو عملت بريفيو، احنا حكينا انه هاي بتفيدني اني اعمل شير وذ اذر، هاي بتفيدني اني اعمل اخذ اللينك تبع هاي الصفحه بس اعملها ببلش، وهاي بتعمل لي بريفيو. هاي الببلش بما اني عملتها ببلش خلص بيتم انشاء السايت. اوكي، احنا هلا في مرحله البريفيو عشان نشوف الاشياء اللي عملناها. راح اروح على الصورة. بمجرد اني رحت على الصورة لاني عملت فيها لينك، راح يعطيني شكل الايد، راح اضغط عليها راح يوديني على الصفحة تبعت السي في. طيب احنا كمان شوي راح نضيف زر هون، نتعلم كيف نعمل زر يعمل لي رجوع على الرئيسية. طيب احنا حكينا عن السكرول بار قبل شوي، انه انا لو ضفت السي في تبعتي وما شفتها كلها، هو المستعرض راح يعمل سكرول عليها ويشوفها حتى لو كانت اكثر من صفحة. راح نرجع على الهوم من هون، وراح اروح على الصورة الثانية، راح اضغط عليها راح توديني المفروض على البروجكتس. يس، ودتني على البروجكتس. ولو انا رجعت على الهوم ودخلت على هاي الصورة تبعت الستودنت فايل، ضغطت عليها راح توديني على الستودنت فايل، ملفات الطلاب، اشيائهم، اشغالهم اللي عملوها، والفيديو تبع مثلا الحصة انا صورتها، كان في عندي وركشوب، فيديو موجود ان عندي على اليوتيوب، بقدر اضيف اللي بدي اياه على ملف الانجاز تبعي. طيب المرحلة الثانية اللي هي ربط وسائل الاتصال اللي أنا حطيتها، اللي هي اليوتيوب والتويتر وهاي الأشياء. راح أروح على الرئيسية، مجرد إغلاق البريفيو راح يطلعني من العرض ويوديني على التصميم أو على منطقة اللي أنا أستطيع أني أعدل على الصفحة. راح أنزل تحت وراح أبلش أحط اليوتيوب تبعي، راح احط الفيسبوك تبعي، وراح احط التويتر تبعي. كيف؟ راح اضغط على الصوره، راح يعطيني اشاره insert link، راح اضغط عليها، راح انا اروح على ملف الوورد اللي انا عامل فيه كل اللينكات، وراح احط لينك اليوتيوب مثلا تبعي. فرضنا هذا اللينك تبعي، كوبي، وراح اروح على اعملها مينيمايز وارجع هنا واعملها بيست، ابلاي. خلاص هيك انا ربط لي اياها مع اليوتيوب تبعي. هلا نرجع على الفيسبوك، برضه راح اضغط على الصوره، راح اروح على انسرت لينك، وراح اروح على صفحه الوورد اللي عليها كل اللينكات اللي انا تبعوني. راح اروح مثلا هنا للانستغرام مش لتويتر مثلا، لو فرضنا انه هذا او راح اعمل كوبي لللينك، وراح اجي على راح اعمل مينيمايز للملف، وراح اجي هون واعمل بيست وابلاي. خلص هيك ربط لي اياها. والتويتر نفس الاشي بنفس الطريقه، بضغط عليها بجيب اللينك تبع التويتر تبعي. بفتح صفحة الوورد تبعتي اللي أنا حاطة عليها اللينكات،
وبجيب لينك التويتر تبعي مثلا، فرضنا انه هذا هو اللينك، نعمل له كوبي وبنجيب الصفحة اللي احنا شغالين عليها وبنحط لينك اللينك تبعي، وبهيك انا بكون كمان ربطت هدول الاشياء الثلاثة. لو انا رحت عملت بريفيو ولو نزلت لتحت علشان اشوف هل بيروح لي على اليوتيوب ولا لا، مجرد ان اضغط على اليوتيوب رح يوديني فورا على قناة اليوتيوب تبعتي او على الملف اللي انا جبته علشان يعني يفرجيني انه هو فعلا راح على اليوتيوب وهو اصلا مربوط معها. احنا هيك بنكون حكينا عن اهم الاشياء اللي لازم نعملها عند انجاز ملف الانجاز تبعنا، نقدر نحط فيه كل شيء احنا بدنا اياه. طبعا هنا بالنسبة للاسم هوم هذا بقدر ان انا اغيره. نخلص بنضغط على انه نطلع من البريفيو، بنعمل اكس، نيجي على هوم هاي بنضغط على الثلاث نقاط، بنغير اسمها بروبرتيز بنسميها الرئيسية. وهيك صار في عندي اسماء الصفحات موجودة بالعربي. لو عملنا بريفيو مرة تانية لملف الانجاز تبعنا بيفرجيني شكل ملف الانجاز. لو كنت انا بستعرض من شاشة اللابتوب رح يكون شكله هيك، لو كنت انا على الجوال واني عملت فواصل رح يكون شكله كتير مرتب. الديفايدر كتير مهم ليفصل لي الاشياء عن بعض. واحنا حكينا انه بدنا نتعلم بس كيف نضيف زر، معلش لازم نروح على مثلا على السي في، نطلع من البريفيو. اوكي بروح هنا انا على صفحه السي في هنا وبحط انسيرت، بدي اضيف حكينا زر او يعني بتون، نضغط هنا بتون ونسميه باك او رجوع، رجوع. اوكي اللينك بدي اياه يكون رجعنا الرئيسية، بس بعمل انسيرت. هلا هون هو حط لي مكان الزر هون، انا بقدر اغير لونه. طبعا هذا هو الثيم اللي انا اختار لونه من اول التصميم، فخلص بنخلي اللون زي ما هو. هلا انا لو رحت وعملت بريفيو ورحت على، لو كنت انا بالرئيسية وبدي استعرض السي في تبعتي بضغط عليها بيجيبني هيك هون على السي في تبعتي. اوكي بنزل انا لتحت، لو ضغطت رجوع بوديني على الرئيسية. وبهيك بنكون حكينا عن اهم الاشياء اللي لازم نكون عملناها في ملف الانجاز، كيف نضيف ملف، كيف نضيف صورة، كيف نضيف ملف وورد، كيف اصلا نحمل ملفاتنا على الجوجل درايف. بتمنى يكون بهاي الطريقة، وبتمنى تحطوا لي تعليقات حلوة تحت الفيديو. شكرا لكم، دعاء منصور، تحياتي.